انا جيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحشتوني جدا. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ النهارده هكلمكم عن الكنز ده، كنز رباني ده بنرميه، كلنا بنرميه طبعا، بس انا من مده طويله اتعلمت ان انا مرموش ولا هو ولا قشر البصل، وهقول لكم عليه النهارده في وصفه هتعجبكم جدا جدا وهتجيب معاكم احلى نتيجه، وان شاء الله باذن الله هتدعوا لي وهتشكروني عليها. بس اعملوها وتابعوني الفيديو للاخر عشان تعرفوا طريقه الاستخدام وتعرفوا ايه هي اهم حاجه طريقه الاستخدام. يلا بينا بسرعه نشوف هنعمل بالكنز الرباني الجميل ده اللي هو قشر الثوم هنعمل بيه ايه النهارده. حبايب قلبي، في البدايه طبعا هجيب الحله بتاعه التجارب بتاعتي، هحط فيها قشر الثوم. اي كميه عندك انت ممكن تحوشيها في خلال مثلا يومين ثلاثه، في خلال احنا الوصفه دي مش هنشيلها في ازاز ولا حاجه، احنا هنستعملها وقتي، يعني انا هعوزها منك تعملها لي مرتين في الاسبوع بس. تمام، هتحطي لي عليها كوبايه ميه سواء بقى سخنه او بارده مفيش مشكله خالص. هروح بقى اغليها على النار لمده مثلا نقول كده 10 دقايق بالظبط، علشان خاطر ايه؟ الثوم ينزل كل المواد اللي فيه اللي احنا محتاجينها. تمام اهوت. بصوا حبايب قلبي اهيت بعد ما اتغلت، بصوا الميه طبعا انتوا مش هتلاحظوا طبعا ان الميه لونها اتغير قوي لان هي اصلا الثوم ابيض. انا طبعا هقول لكم كل الفوائد بتاعته دلوقتي، بس هصفيه الاول. نجيب كده معايا اي حاجه ونصفيه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كتير كده ماشي، ما علينا، المفروض كده تبقى حاجه واسعه بس مش مشكله. كده انا عايزه اصفي منه حبه بس صغيرين اهو يا حبايب قلبي. طبعا صفيت منه شويه صغيرين كده عشان لسه هحط عليه حاجه كمان. عايزه اقول لكم بقى فوائد قشر الثوم ده للشعر. طبعا هو لونه برده حلو اهو، مش غامق قوي يعني. بصوا بقى هنحطه عليه مكون كمان، احنا المفروض نسيبه لما يبرد شويه يبقى دافي كده عشان المكون اللي هنحطه، وعشان خاطر ايه الشعر طبعا نعرف نعمله عليه. انا هقول لكم فوائده على بال ما يهدى شويه. اولا قشر الثوم ده، انا كنت مره هحكي لكم الاول الموقف اللي انا عرفته منه. تمام، انا كنت مره عند دكتور جلديه، فدخل عادي كشفته وخلصت، ففي واحده بره معاها طفل صغير بس مستعجله جدا بقى عايزه تخش باي طريقه. فالدكتور انا قلت له ايه، طب دخلها يا دكتور وانا قاعده. فقال لي ماشي فدخلها. الست اول ما دخلت، عندك ايه يا ست، ايه المشكله؟ تقول له شعري بيقع. هي طبعا عشان عندها طفل صغير شعري بيقع وفي حكه جديده قوي في الشعر وفي قشره وفي قعدت تحكي بقى، ومن كتر الوقعه عندها حصل لي فراغات في الشعر، بقى المنطقه اللي قدام كده تحس ان هي ايه بقت فاضيه يعني زي صلعه كده. قال لها تمام، انا هقول لك شويه علاج، بس العلاج مش هيجيب نتيجه قوي. قالت له ازاي؟ قال لها ما انا عايزه اقول لك حاجه طبيعيه في البيت بس هتعمليها. قالت له اتفضل يا دكتور. فانا لقيت الدكتور بيقول ايه، طبعا انا بتاعت وصفات بقى ففاهمه كل ده، لقيته بيقول ايه، عليكي بقشر الثوم. فالست بصت له كده قالت له يعني ايه قشر الثوم؟ فانا رحت بص له كده قلت له صح يا دكتور هو كده. قلت له بقى، قال لي انت بتفهمي طبعا في الحاجات دي؟ قلت له اه طبعا يا دكتور. فقال لها تمسكي قشر الثوم بدل ما ترميه، خساره حرام، امسكي قشر الثوم ده هاتي منه حبه كده صغيرين حوشيه، يعني مثلا كل ما يبقى عندك ثوم بتقشريه حطي في كيسه مش هتخسري حاجه. والبصل كمان خدوا بالكم، البصل بيتحوش في الكيسه والثوم. والله انا محوشه البصل والثوم، بصوا شايفين قشر البصل وقشر الثوم وقشر اي حاجه ما برمعش، حتى قشر البطاطس. تخيلوا قشر البطاطس بعمل منه وصفات هقولها لكم طبعا. بصوا مش هتخسري حاجه، هتجيبي كيسه كده تحطي فيها قشر البصل وقشر الثوم وتشيليه في اي مكان، تعلقيه على اي حاجه. تمام، فقالت له انا من يوميها والله وانا بعمل كده. فقالت له طيب يا دكتور اعمله ازاي؟ قال لها اغليه. وقعد بقى يشرح الطريقه، فانا ركزت بقى قوي عشان اسمع طبعا واجرب واجي افيدكم، لان انا من النوع اللي انا عندي اصلا قشره في شعري، وطبعا القشره دي بتعمل حكه وبيبقى فيه بقى يعني مشاكل بسبب القشره دي. فحكى لها بقى الطريقه، فانا ايه قلت اما اعملها واجربها، ما صدقتش النتيجه، ما صدقتهاش حرفيا. فقلت ان انا اقولها لكم، واجرنا واجري واجركم واجري على الله. تمام، وان شاء الله باذن الله هتنفعكم وهتلاقوا منها نتائج هايله جدا. اولا قشر الثوم ده بيعمل ايه بقى؟ قشر الثوم ده بيساعد على تطويل الشعر وتكثيفه بطريقه جنونيه. عارفين يعني ايه الثوم اصلا شخصيا؟ والبصل بيساعد في تطويل الشعر بطريقه جميله جدا، بس القشر بقى يعني تخيلوا ما يبقى الثومه من جوه فيها الفوائد دي كلها، يبقى القشر هنرميها؟ لا طبعا، كل حاجه ربنا خلقها لنا ليها فايده، وبالذات دول عشان ده طبعا مذكور في القران.
بيعمل ايه كمان؟ بيقوي بصيلات الشعر من جوه وبيمنع التساقط بتاعه نهائي، تمام. بيخلي الشعر عندنا ملمسه ناعم، يعني بعد فترة ما تستعمليه كده هتحس ان الشعر ناعم وبقى بيلمع، في لمعة جميلة وناعم، بالذات الناس اللي بتعاني من الشعر المجعد او الشعر الخشن او الشعر اللي تحس ان هو مظهره بهتان كده، لا ده هيلمعه. ثانيا بقى اهم حاجة ان هو بيرطب فروة الراس من جوه وبينظفها من القشرة، بيخليها رطبة، بيحس ان هي اصلا ما تقشرش، تمام. بيساعد على منع الحكة اللي هو بيقاوم حكة الراس، يعني بيخلي المواد اللي فيه مطهرة، بتقتل كل البكتيريا والطفيليات واي حاجة بتصيب فروة الراس، فبالتالي بتطلع لنا الشعراية كده نظيفة وحلوة وسهلة وبتطلع بسرعة، لان انت اصلا نضفت لها لحمية الراس من جوه وخليت لها الدنيا كلها نظيفة، تمام كده. ده يعني فايدة قشر الثوم. هنحط عليه حاجة كمان بقى بسيطة، هو هدا شوية معايا اهوت، هحط عليه معلقة زيت زيتون. طبعا انا بجيب زيت الزيتون البكر اللي هو النضيف ده، انا مخلصة من دول كذا حاجة يعني. بصوا هنحط منه معلقة كده، عشان دي كمية كبيرة هنحط معلقتين اهو، خليهم معلقتين علشان ما فيهوش ضرر يعني زيت الزيتون ده. بصوا بقى اهوت بالشكل ده. هنعمل ايه بقى؟ نستعمله ازاي بقى يا مريم؟ هقول لكم. الاول انا هنستعمله مرتين في الاسبوع، مش هنشيله لا في تلاجة ولا هنخزنه ولا هنعمل حاجة، احنا هنستعمل الكمية دي كلها مرة واحدة. هنجيب ايه؟ هنجيب قطنة زي دي، قطنة عندك، وتعصيها من هنا وتبتدي زي ما هيظهر لك في الصورة دلوقت، تبتدي تعملي كده على لحمية الراس كلها، تفرقي لي الشعر حته حته، وتجيبي بالذات الاماكن اللي هي الشعر فيها خفيف وتعوصي وتبتدي تعملي، تشبعي، انا عايزاكي تشبعي فروه الراس منه، عارفه يعني ايه تحسي ان فروه الراس كده بقت مبلوله خلاص، انت كانك غاسله شعرك، تمام. كل دي هتحطيها، طبعا احنا عاملين في مقام كوبايه، الكوبايه دي كلها طبعا لما بيغلي بينقص شويه، بس هو سبحان الله يعني هنا الكميه كويس. هتحطي لي في كله بقى فروه الراس من قدام ومن ورا ومن كل حته، وتروحي ماسكه شعرك ده مسرحاه بمشط، بس انصحكم تجيبوا لي امشاط خشب، الامشاط الخشب فوائدها كتيره جدا طبعا للتسريح في الشعر، هتسرحي شعرك كويس قوي وتروحي لماه عاملاه كحكه كده، تروحي لابسالي عليه بونيه، يا اما باروكاب لو عندك، يا اما بس انا بنصح بالبونيه، بلاش باروكاب والحاجات دي، احنا مش عايزين نستعجل. هتلبسي عليه البونيه ده وتسيبوه لي ساعه لساعتين، ده قبل ما يعني لو انت مثلا ناويه تاخدي الشاور النهارده او تغسلي شعرك النهارده، اعملي الخلطه دي على طول فورا. طبعا احنا زي ما قلنا احنا محوشين قشر البصل والثوم والحاجات الحلوه دي محوشينها، فمش هنخسر حاجه، هنجيب شويه قشر الثوم نغليهم ونحط عليهم معلقتين زيت زيتون وكده الموضوع انتهى، كده خلطتنا بقت جاهزه. وتمسكي شعرك بقى تعملي كده كده تشبعه لي كله كله، عايزاه كله يبقى متغرق، وتروحي لماه كده وتروحي لابسه البوني بتاعك الحلو وتسيبه لي بقى من ساعه لساعتين، وبعدين تدخلي بقى تاخدي الشاور بتاعك وتغسلي شعرك طبيعي خالص خالص بالشامبو بتاعك او باي حاجه بتغسلي بيها، بس كده يا ستي، مش عايزه منك اكتر من كده. امشيلي بقى على الوصفه ديت لمده شهر واحد بس، شهر واحد، ان ما لقيتيش شعرك زي شعر الهنديات نعومه وجمال وطراوه والقشره راحت نهائي وفروه الراس بقت ما فيهاش حاجه خالص، الوصفه دي تعملها لبنتك، تعملها لنفسك، تعملها لابنك لو بيعاني من برضو من الحكه والقشره، انا عندي ابني برضو بيعاني من القشره كتير كتير فبعمل له الحاجات دي، تمام. الوصفه دي شهر واحد بس، هتلاقي شعرك اتغير 360 درجه، 360 درجه من حاجه كنا بنرميها، يعني قشر التوم ده اكترنا بيروح مقشر التوم وروح رميه في الزباله، لا القشر ده ما نشيليه، شيليه مش هتخسري حاجه، وان شاء الله باذن الله هتدعولي وهتدعولي طبعا من غير حاجه، كل مره بقول لكم الجمله دي، تمام كده. بس اهم حاجه طريقه الاستخدام، اهم حاجه تركزوا قوي في طريقه الاستخدام، ماشي حبايب قلبي، وان شاء الله باذن الله الوصفه دي تشوفوا منها نتيجه هايله وتعجبكم وتنضف شعركم من كل حاجه فيه، هتلاقوا اكتر من الفوائد اللي انا قلتها اصلا، هتلاقوا فوائد كتيره جدا اكتر من اللي انا قلتها، يعني انا قلت شويه صغيرين دلوقتي، انتوا هتلاحظوا بقى الفرق مع الاستخدام، هتلاحظوا فرق كمان في شعركم زياده عن اللي انا قلته، تمام يا حبايب قلبي. وما تنسونيش بقى في اللايك الكتير وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم دايما، ونعمل وصفات سهله كده وسريعه في البيت، ويلا اسيبكم على خير واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.